نبدأ على بركة الله. أول مرة في الوطن العربي موقع يشتغل بالنقاط. يعني إحنا طبعا الناس بتشتري أدوية ذهبية في المواقع، وإحنا طبيعي المفروض الناس بتشتري أدوية ذهبية يعني عشان الناس يعني واحد عامل موقع أكيد الاستضافة ده مش هارد، هو عامله الاستضافة ده مكان بيشتريه من شركات استضافة فبيدفع لها فلوس في السنة، وبالإضافة تعب وتعب رفع الناس اللي هم مشرفين معاه. بس ده مش موضوعنا، احنا حلينا مشكلة الأدوية الذهبية. انت حر، عايزها عايزها مش عايزها، هتقدر تحصل على اللي انت عايزه برضو من الموقع. طيب هنشرح اللي احنا عملناه في الموقع. عملنا فكرة النقاط، ركزوا معايا النقاط. هنخش على النقاط، انت لما بتسجل هتطلع لك كلمة نقاط ونقاط الأعضاء عشان تعرفك ان كم عضو عنده نقاط. دول طبعا الأعضاء الذهبيين اللي هم في الموقع، احنا اعطيناهم نقاط عشان هم ذهبيين، والناس اللي بدأت ترفع وفهمت الفكرة فبتضاف تبع القايمة دي. انت راجل لسه داخل هتلاقي النقاط دي زيرو. طيب هنا كأن انت عندك التحكم في النقاط بتاعتك. النظرة عامة هنا بيقول لك مرحبا، يعني انا داخل باسمي، مرحبا فلان، لدي كان عندي 70 نقطة. طبعا انا صاحب الموقع فاقدر احط النقاط اللي انا عايزها، بس انا يعني ايه مبسط الامور. هنا طبعا ده حساب بنكي، احنا الموضوع ده مش مشغلينه الموضوع ده. هنا تمتلك تذاكر برضو، دي مش مشغله بشان دخل هنا في الاوبشن بتاع النقاط. هنا بيقول لك اغنى من 1000 واحد في الموقع، الناس اللي عندها نقاط برضو مش موضوعنا. احنا يهمنا انت ممكن تتبرع لزميلك بس يكون عضو زيك، تتبرع له بنقاط في حتة تانية بدل ما تدور الباسورد بتاعك والحركات اللي كنا بنشوفها على النت ومن معاه عضوي على الموقع الفلاني. احنا سهلنا لكم الامور، واللي خد يا هندسة انت بترفع بقى عندك نقاط اديتها لزميلك. هنا سجلات النقاط برضو، يعني طبعا لما بيبقى عندك رافع وحاجات زي كده هتلاقي طبعا هنا في سجلات، لا توجد سجلات لان احنا لسه عاملين الموضوع جديد فانا مش عامل سجل. طيب وهنا قلنا نقاط الاصدقاء. طيب هنحصل على النقاط ازاي؟ هنرفع في الموقع. لو هنرفع طريقة الرفع بالمرة كده عشان ما حدش يقعد يقول لك انا مش عارف ارفع. الاول قبل ما اقول طريقة الرفع، هنا تكلفة النقاط، يعني انا مثلا هنا مرفق، تعال نزل المرفق ده مثلا، مرفق اهو من المرفقات، بيقول لك تحتيه تكلفة التحميل 6 نقاط، هو احنا عملناها كله ب6 نقاط. طيب هتحصل على كم نقطة لما ترفع؟ لما ترفع يعني انت لو رفعت لك فلاشتين هتاخد فلاشة في المقابل، او 3 فلاشات بتاخد بهم فلاشتين. يعني بترفع ما انت عندك نقط الصور في الموضوع بنقط، يعني بالاضافة للمرفق نفسه. بص احنا انا كنت 70، يعني انا حملت فلاشة، تعال ندخل هنا بدل ما نحمل هنشوف بقى لما نعمل ريفرش النقط وصلت لحد فين. هنعمل ريفرش على النقط، نزلت 6 اهي، كانت 70 بقت 6، يعني الموضوع بسيط وتمام. رفعت هتلاقي زاد الموضوع ده، انت بتسجل دخول. عايز ارفع فلاشة باجي في القسم الخاص، يعني انا هنا مثلا على الموقع من بره هدايس على الرئيسية، هنبقى هنا دخلنا مثلا في موقع زي كده في قسم اللي هو بتاع فلاشات، لان احنا عندنا كذا قسم، تحدد فلاشتك في انهي قسم، لان الفلاشات دي بتتراجع، ممكن بعد ما رصيدك يوصل اوتوماتيك هيتحذف، رصيدك يتحذف. فانت عشان تبقى راجل يعني صح وما ترفعش فلاشه تكون بايظه عشان دي سيئه جاريه لاخوك الفن اللي هيدخل يحملها. احنا عملنا الفكره دي عشان الموقع يكبر وكل الناس تجتهد، واللي مش عايز ياخد ادويه ما بفلوس الموضوع تقدر تشتري النقاط، تقدر ترفع وتاخد نقاطك بمجهودك، وما تعتبرش بقى رفعك ده بتمن على الموقع، انت بتساعد زميلك وبتكبره في المقابل بتاخد، يعني انت اللي هتجتهد بيها تاخده. طيب دخلنا على الموقع على القسم اللي احنا عايزينه، هتلاقي موضوع جديد، دوسنا على موضوع جديد لانه لقيناه من فوق، نرجع تاني باك، دخلنا على الموقع دوسنا موضوع جديد، موضوع جديد فتحت معانا موضوع جديد. هنا بتكتب العنوان، العنوان يعني مثلا لازم تكتب عنوانك واضح، في تحميل فلاشة كذا، يعني عشان صاحبك لما يبحث في الموقع يكتشفه، او تيجي من جوجل حد يكتب لازم تكتب عشان ما يعرفش نصلح. تحميل فلاشة، عايز تحط هنا علامة حط، مش عايز خلاص، يعني دي حاجة اللي بتبان قصاد الموقع. هنا تكتب موديل الفلاشة وتفاصيلها على قد ما تقدر تضيف، ضيف الموديل للبوردة، موديل للشاشة، تيجي طبعا وبتكتب تحميل، كلمة تحميل عشان تتعرف في البحث، فلاشة تميز بين السوفت وير والفلاشة. هنا بتدوس على كلمة مرفقات، دوسنا على كلمة مرفقات هتضيف، هتعمل كده
هيتفتح لك الجهاز، هتحمل على المرفق وتدور على المرفق في انهي حتة انت حاطه، وتاخد المرفق وتحمله، هتدوس عليه كده وتقول له اوبن، هيبدأ يحمل. طبعا انا مش هكمل المرفق عشان او نسيبه يكمل عشان ما حدش يبقى عنده مشكلة. عايز تضيف مرفق تاني صورة برضو بنفس الفكرة، تدوس كده يعني فكرة الصورة لحد ما تتحمل. لما تتحمل الفلاشة هتلاقي بدل كلمة حذف احنا لسه بنكمل، هتصرك هنا تضمين ما تضمنش الفلاشة، احنا عاملين كله اوتوماتيك عشان نظبط لك الدنيا تبقى بسيطة عليك وتسهل الدنيا، عشان ممكن في دقيقتين ترفع الموضوع. يعني كتبنا هنا مثلا، تعالى نعمل تيست، كتبنا اي كلام كده هنا، كتبنا اي كلام مثلا ودوسنا ارسال. لو حطيت صورة تعالى نضيف صورة، تعالى نقول له ضيف، ندور على صورة عشان برضو يعني كده كده هنحذف الموضوع ده. شوف على الديسك توب، نحاول ندور صورة صورة ماشي، ندور على صورة في الماي دوكومنت مثلا. خدنا صورة كده كتست، نفس الحكاية، تتحمل الصورة مفيش أي مشكلة. أنت كل الموضوع عايز تستعرض موضوعك قبل ما ترفعه، وتعمل استعراض بعد ما تخلص عشان يقول لك استعراض للموضوع، يبين لك أنت غلطان في إيه بالظبط، بيجيب لك التفاصيل أهو، جاب لنا بتاع الموضوع استعراض، نفس اللي شايفه أنت قدامك ده هو اللي هيطلع. طيب تعال ندوس إرسال أهو، ما نضمنش ولا نعمل أي حاجة، هندوس إرسال بس. لازم تكتب اسم الموديل، مش ترفع لي فلاشة وانا لايك كاتب كلمة ورافع فلاشة، هترفع فلاشة غلط. هنكتشف في بحث آلي وبيعمل تشيك على الفلاشات. بالاضافة انت لو عدت فلاشة هتاخد ذنب، لو عملت فلاشة غلط اخوك الفني داخل سيئة جارية. بالاضافة ان ممكن حسابك يتحذف، ما تتذكرش على الموقع. ما ترفعش فلاشة مكررة، ترفع فلاشة مكررة غلط. احنا عملنا ارسال، لان انت لو رفعت فلاشة مكررة موضوعك مش هيتحسب. بصوا هذا الموضوع بتاعك بكل بساطة. انا عندي خاصية الحذف طبعا بحذف، عندك تعديل بتدوس على دي بتعمل تعديل. انا حذفت الموضوع. قبل ما ترفع فلاشة اكتب هنا في الموقع عن الفلاشة اللي انت معاك، شوفها موجودة ولا لا، عشان الموضوع لو اتكرر اوتوماتيك بيتسحب. بصوا انا خدت على رفع صورة وفلاشة، انا كنت 4 وصلت 64. شوف النقط زادت كام نقطة، بقت 69. كل ما يكون الموضوع وجودته عاملينه يعني بالشرح، كل ما يكون شرحه مطول مفصل بالصور يعني بتاخد نقط اكتر، بس مش تحط اي حاجة وخلاص لان النقط ممكن تتخصم منك تاني. يعني احنا من 64 زدنا كام، زدنا 5، زدنا 5 لان بقينا 9، يعني الموضوع اتحسب لنا 5 فلاشات، يعني شيء جميل، 5 نقاط. يعني موضوع تاني لو انت صفر هتقدر تسحب فلاشة، الموضوع جميل ومية مية. طيب ممكن تصادفك لينكات، اللينك لحد دلوقتي احنا سايبينه ذهبي، عضوية ذهبية، هتضطر مجبر عليه لان لسه احنا عاملين اضافات جديدة وتعديلات جديدة، فان شاء الله في الفترة الجاية هنحوله برضو انه يتحمل، لان اللينكات دي بتاعت السمارت، عشان السمارت احجامها كبيره، فكنا بنرفعها لينكات عشان موضوع التجزئه بيتعب الاعضاء، فكنا بنحوله على الميديا فاير والكلام ده. فان شاء الله المرحله الجايه برضو احنا شغالين تطور في تطوير في الموقع وبنتطور والدنيا ماشيه حلوه. طيب تعال نشوف الناس اللي هي معانا في الموقع، عشان الموقع الحمد لله زي الفل والناس داخله ومفيش اي مشكله، واللي بيشتكي مننا بنديله حقه وبنساهم في مساعده الناس. وادي الموقع يعني متواجد 6182، وكان عندنا زيارات من فتره، بنعدي زياراتنا حلوه، عندنا اعضاء زي الفل وناس بتساهم. الفكره ان احنا عايزين نساهم، يعني انا عملت الموضوع اصلاح الدي في ار هنا والحمد لله، عملت فك الباسورد ناجح بنسبة كبيرة، وبنضيف لان طبعا في موديلات لما واحد يكلمني وبيقول لي الموديل بتاعي بيساعدني ان انا اضيفه، لان انا يعني انا مش عندي كل الموديلات، انا اصلا ما بشتغلش دي في ار، فهو بيساعدني ان بيضيف انه يسحب الفلاشة. وده الموضوع شرحته ناس كتيرة، منهم ابو دنيا ومنهم خالد حشاد، الناس المهندسين الكبار اساتذتنا في المجال، والناس الحمد لله بتتواصل معانا. طيب كده بقت الموضوع سهل، تعرف ترفع مفيش اي مشكله. عايز انت يعني اي استفسار، عايز تتواصل معايا هنا، في حطينا احنا الواتس بتاعي، مجرد ما تدوس على الواتس بيحولك انك تتواصل معايا. لو انت على الموبايل كمان بيدخلك على الواتس بتاع الموبايل، لو انت واتس كمبيوتر هيقول لك طبعا افتح
الواتس من الكمبيوتر، لو دوسنا هيفتح. احنا مش عايزين نطول فيديو. عرف زميلك الفني ان الموقع دلوقتي يعني رفعك يعتبر مجاني، لان رفعك هتساعد زميلك، بتاخد مقابل رفعك، مش بتاخد، مش لحد انت زعلان انك رفعت يبقى ما تستناش من حد يديك وتبقى زعلان.